دي بنتي رانيا صالح. رانيا صالح واني يعني كهربائي، ما حصلتش من التعليم على قدر كافي يعني من التعليم، بس لما ربنا رزقني برانيا ديت وعرفت ان هي عندها اعاقه ذهنيه، هي داون سندروم، ولقيت في 2005 هي مياله للكمبيوتر، فقلت اجيب كمبيوتر. جبت لها كمبيوتر وجينا ندور على مدرس كمبيوتر عشان يعلمها، ما لقيناش مدرس مؤهل انه يعلم رانيا الكمبيوتر، لان الاطفال اللي زي رانيا بيتعلموه من السلوكيات وحاجه زي كده يعني. فاني اضطريت ان انا اخد الدورات تاني بدل رانيا، يعني المدرس يديني الدوره وانا اعلمها لرانيا. والحمد لله انا وصلت برانيا لمرحله متقدمه جدا. ففي وزاره التربيه والتعليم رحت لهم وقلت لهم انا عندي بنت كذا، يعني يعني اتعلمت الكمبيوتر وبتعرف تصمم وبتشتغل على برنامج السواش وبرنامج الفوتوشوب. فلقيتهم بعتوا جواب لاداره التربيه والتعليم في بلبيس ان رانيا بدل ما هي في مدرسه التربيه الفكريه في ابتدائي يعني، خدوها المدرسه الثانويه العامه على اساس انها تحضر حصه الانشطه مع الطلبه بتوع اولى وثانيه وثالثه ثانوي في مجال الكمبيوتر. وربنا كرمني ودخلت مسابقات على مستوى الجمهوريه، مسابقه المبرمج الصغير 2005 و2006 و2007 و2008 و2009. والمسابقه دي بتنظمها وزاره التربيه والتعليم بالاشتراك مع شركه مايكروسوفت ووزاره الانتاج الحربي. والغريب في الموضوع ان ما كانش فيه من ذوي الاحتياجات الخاصه غير رانيا، وكلهم من الاسوياء. ورانيا كانت بتطلع الاولى على الجمهوريه، طلعت الاولى على الجمهوريه 5 سنين. ومره اتصل عليا وزير وكيل وزاره التربيه والتعليم في الشرقيه وبعت لي خطاب رسمي ان رانيا تيجي تدرب الاطفال اللي في محافظه الشرقيه اللي عندهم نفس الاعاقه على البرامج بتاعتها ويستفيدوا منها المحافظه يعني. فاني بقيت اخدها وراح اوديها، قعدت حوالي 3 4 شهور اوديها، بس ما كانش في عائد مادي يساعدني ان انا اتواصل معاهم بها. وبعدين دخلت مسابقه المبرمج الصغير على مستوى الوطن العربي، وفازت في المسابقه دي وكانت مع الاسوياء، وكرمها الدكتور احمد درويش وزير التربيه والتعليم في الوقت ده. ورانيا مثلت مصر في منظمه الصحه العالميه لتبادل الخبرات الدوليه، وهناك قامت بمعجزه بجميع المقاييس، وده مثبوت على النت وفي فيديوهات واتكلمت عنه الصحافه والتلفزيون، على اساس ان رانيا صممت برنامج في خلال 5 دقائق، وكان برنامج صعب على البرنامج الفوتوشوب. فاحنا النهارده رانيا مصممه 4 برامج هي اللي مصمماهم. ونفسي بس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى موضوع بنتي، بحيث ان احنا نسجل لها البرامج بتاعتها ديت، والاطفال اللي زي رانيا اللي عندنا في جمهوريه مصر العربيه يستفيدوا من الخبره بتاعت رانيا، وما نقطعش الامل في الاطفال اللي زي رانيا. ان احنا لا احنا الحمد لله في مصر احنا وصلنا بالتعليم لمرحله ان الاعاقات الذهنيه بتعلم الاسوياء اللغه والارقام والحساب. يعني دي حاجه فخر كبير جدا لمصر ان احنا عندنا طفله الوحيده في العالم الحاصله على الاي سي دي ال، يعني طفله اعاقه ذهنيه حاصله على الاي سي دي ال، دي معجزه ما بياخدهاش الاسوياء. وبعدين الكمبيوتر قدرات، مش الكمبيوتر اي حد ممكن يستخدم الكمبيوتر، لا الكمبيوتر يعني قدرات. المفروض في دكاتره ما بتعرفش تستعمل، وفي مهندسين ما بيعرفش يستعمل الكمبيوتر. فاللي انا عايز اقوله ان احنا هنا في مصر احنا قدرنا نوصل الطفل المنغولي للغه العصر، واحنا في الوقت اللي احنا فيه الامي ام الكمبيوتر مش ام الكتابه والقرايه. فأنا نفسي وعشم كبير إن سيادة الرئيس يعرف أو يسمع عن رانيا ويتبناها، لأن رانيا دي فخر كبير لجمهورية مصر العربية وللعالم كله. ازيك يا رانيا؟ تمام. عاملة إيه؟ تمام. أنت بتعملي إيه على الكمبيوتر؟ هي رانيا مصممة برنامج لتعليم اللغة العربية ورياض الأطفال، يعني ممكن كي جي 1 وكي جي 2، وممكن ما كمان مراحل التعليم الاوليه، يعني سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي،
وزي ما انت شغاله كده يا رانيا، افتحي كده، بيعلمهم الحروف والكلمات، وحتى ممكن يعني الكفيف ممكن يستفيد منه، لان الصوت بالصوت بالصوره بالمؤثرات زي ما سيادتك شايف كده. والغريب في الموضوع ان هي مش يعني بتصمم الموضوع البرنامج ده قدام اي حد يعني، وانا بعيد عنها كمان. نفسك في ايه يا رانيا؟ عشان ايه؟ عارفه السيسي اللي هو مين؟ رئيس الجمهورية، رئيس الدولة بتاعتنا. بتحبيه يا رانيا؟ يعني ايه الغرض من معالجة الرئيس يعني؟ هو احنا يعني بنتكلم يعني اللي انا عايز اقصد اقوله، احنا في تجربة حقيقية احنا عشناها انا ورانيا، ونقدر بدل ما طلعنا رانيا واحدة يبقى عندنا رانيات كتير. تعمم تجربة، تعمم التجربة دي والناس تستفيد منها، لان اسهل طريقة، والله اسهل طريقة، ان الاطفال دول بيحبوها. يعني الاطفال اللي هم دول اللي زي رانيا بيحبوا الكمبيوتر وبيحبوا الحاجات المؤثرات اللي هي بتبقى زي الحيوانات والفاكهة والحاجات دي، فبيتعلقوا بها، فممكن تعلمهم يبقى سهل. وبعدين انا عندي تجربة حقيقية عايشة قدامنا اهي، رانيا صالح معروفة. فاحنا المفروض سيادة الرئيس دايما يقول احنا نستفيد من الخبرات الايجابية داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية، واحنا عندنا نموذج اهو، رانيا اهو. ممكن انا اقعد مع اي حد من المتخصصين ياخد الفكرة. انا كنت بعلم رانيا وهي صغيرة، كنت بجيب الكوتشينة عشان اقعد اعلم رانيا بها، علشان اعلمها الحساب، يعني ما اقولهاش واحد واثنين كام، لا انا اقعد العبها كوتشينة عشان هي تعرف تجمع وتطرح. ساعات اخدها العبها الدومينة بحجة ان انا بلعبها وبساهيها، بس في نفس الوقت انا بعلمها.